صباح الخير. النهاردة معانا المحاضرة التانية في العلاقات العامة، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العلاقات العامة كعلم وفن، واتكلمنا عن عمليات العلاقات العامة وقلنا ان هي بتبدأ بالبحوث وبعد كده بتمر بالتخطيط وبعد كده بنمر بعملية التقييم. اتكلمنا عن التخطيط بشكل سطحي المرة اللي فاتت، فهنتعمق فيه المرة دي اكتر. زي ما قلنا ان الخطوات بتاعة التخطيط يا اما هتكون خططنا طويلة المدى يا اما قصيرة المدى، وغالبا خطة العلاقات العامة بتحتوي على نوعين، قصيرة المدى وطويلة المدى، بحيث ان لو انا بعمل حملة اعلامية تبع العلاقات العامة فانا بعملها خلال مثلا سنة، فانا بحاول ان انا انفذ كل شهرين او كل 3 شهور تارجت معين او هدف معين، وساعة ما اوصل له اتنقل للي بعده لحد ما احقق الخطة بتاعتي تمام. ولازم من خلال خطة العلاقات العامة احدد المزيج الاعلامي اللي انا هستخدمه، هستخدم ايه هي وسائل او قنوات الاتصال اللي هستخدمها، هستخدم وسائل اتصال مواجهي ولا جماهيري. طب لو مواجهي يبقى ليه؟ يبقى عشان انا محتاج مثلا ان انا اعرف الفيدباك بتاع الجمهور ومحتاج ان انا اقابلهم وجها لوجه، ولا انا محتاج ان انا اوصل لجمهور كبير جدا فانا محتاج للاتصال الجماهيري. ولو محتاج للاتصال الجماهيري انا محتاج سينما ولا اذاعة ولا تلفزيون ولا راديو ولا ايه بالظبط. كمان لازم اكون محدد فئات الجمهور اللي انا محتاجها بشكل جيد جدا. يعني انا مثلا لو بروج لي انا شركة ادوية مثلا وبروج لدواء للاطفال، فهل تعتقد مين هم الجمهور المستهدف؟ الجمهور المستهدف عندي الاطباء وعندي اولياء الامور، هم دول اللي مستهدفين بالنسبة لي في الحملة بتاعتي. لو انا مثلا بعمل حملة زي كورونا انا مستهدف كل الجمهور المصري عشان اقدر اوصل له بان انا طور عادات النظافة عنده، بس برضو معتمد أكتر على الأطباء وأولياء الأمور عشان يعلموا أطفالهم العادات السليمة. بعد ما اخترت الحاجات دي هختار الرسالة. هل أنا هقدم الرسالة بتاعتي في صورة فيلم ولا أغنية ولا إعلان ولا كلمات مكتوبة، ومين اللي هيكون قائم على الرسالة دي؟ بعد ده كله ببدأ أقيم نشاط العلاقات العامة بتاعي وأشوف أنا عملت إيه بالظبط وإيه التارجت اللي أنا وصلت له. تقييم أهداف العلاقات العامة، أنا بقيم الـ عملية التخطيط بتاعتي، بشوف الحاجات اللي أنا وصلت لها، الصعوبات اللي بتواجه التقييم، وبعمل التقييم ده في مراحل بحيث إن أنا ما أعملش التقييم في آخر نقطة خالص عندي. لا بالعكس، أنا التقييم بتاعي هيفضل شغال طول الوقت بشكل إيجابي وبشكل كويس، بحيث إن أنا أوصل بعد كده للتقييم النهائي. ليه؟ لأن أنا لو كنت بتعرض لدروب أو غلطة ما من خلال الخطة بتاعتي، التقييم المبدئي هيساعدني إن أنا أعدل من الغلطة دي وان انا اعمل تعديلات اول باول، لان لو اعتمدت على التقييم النهائي مرة واحدة فان ده ممكن يسبب لي مشكلة، ان ممكن تبقى عندي مشكلة ما وانا مش واخد بالي منها، وبالتالي في نقط معينة بستعين بيها في التقييم الدوري لبرامج العلاقات العامة. وزي ما قلنا ان مهمة العلاقات العامة او وظيفة العلاقات العامة بتزداد اهميتها كل ما بيتعقد المجتمع الحديث، كل ما بيزيد تعقيد المجتمع الحديث بتزيد اهمية العلاقات العامة، كل ما بتزيد العلاقات بين المنظمات والشركات المالتي ناشونال كل ما بحتاج علاقات عامة اكتر، كل ما بحتاج ان انا ازيد من فهم الحاجات والدوافع والمطالب اللي بتخلي الجمهور تجي لي او تروح لغيري، كل ما بحتاج ان انا الجمهور بتاعي يتبنى رأي عام قوي، رأي عام قوي، كل ما ببقى محتاج الى تخطيط اعلامي اقوى وعلاقات عامة اقوى. كمان لازم يبقى عندي دوافع ومطالب كويسة ان انا اقدر اوصل بيها للجمهور بتاعي. والعلاقات العامة قلنا ان هي ممكن تبقى وظيفة ادارية وممكن وظيفة اعلامية. بالنسبة للوظيفة الادارية فدي بتبقى زي ما قلنا داخل المنظمة، وظيفة العلاقات العامة بتبقى وظيفة مستحدثة ظهرت وانتشرت بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ تطورها الحقيقي في اساليبها وفنونها من سنين قليلة جدا، بحيث بدأ يزيد عدد المدراء والخبراء في العلاقات العامة، وده أدى للإحساس بأهمية وجودها للمنظمة من ناحية التنظيمية وأهمية دعمها للإدارات، وبدأت تنتشر وكالات العلاقات العامة المتخصصة في الدول النامية كوظيفة إعلامية بقى داخل المنظمة وخارجها. يعني زي ما قلنا إن الجمهور الداخلي مهم والجمهور الخارجي مهم جدا برضو داخل وخارج المنظمة، إن بتتطور وظيفة
العملية الإدارية للعلاقات العامة من مجرد إن هي داخل المنظمة ومسؤوليات وواجبات ووظائف، بقت حاجة من نظرة تقليدية إلى نظرة حديثة. كان زمان بنبص للعلاقات العامة إن هي المكان المسؤول عن إقامة الحفلات والمناسبات السارة فقط، لكن وجودها بقى مهم جدا في تحسين صورة المؤسسة لدى الجمهور. وبدأت تتطور العلاقات العامة، وبدأ يظهر المفهوم الوظيفي المهني، واللي بقى يتعامل مع العلاقات العامة كضرورة خلق صورة ذهنية إيجابية عن المؤسسة. يعني إيه صورة ذهنية إيجابية عن المؤسسة؟ يعني إن أنا شكلي حلو طول الوقت زي ما قلت لكم، خلوا دايما فكرة إني لا أكذب ولكني أتجمل قدام عينيكم طول الوقت فيما يتعلق بالعلاقات العامة. إن العلاقات العامة كل ما بتزيد شبكات الاتصال المعقدة، كل ما بيزيد التنافس الشديد بين المنظمات، كل ما بحتاج لتأييد جمهوري أكتر، وإن أنا أقرب مني الجمهور أكتر، فبحتاج للعلاقات العامة أكتر عشان تخلق لي صورة طيبة وصورة ذهنية إيجابية عندي. كل ما بيزيد تعليم الجمهور وثقافتهم، كل ما بيبقى التعامل معاه لازم يكون بحذر، ولازم يكون على مستوى عقلي يتناسب مع الجمهور. ده يعني ما أقللش من قدرات الجمهور، ما أكذبش على الجمهور، ما أقولهوش حاجة مش حقيقية، لأن الجمهور كل ما بيزيد تعليمه وثقافته كل ما بيبقى قادر على الوصول للمعلومة الصحيحة أكتر. فلما هيلاقيني كشركة صريحة معاه وكعلاقات عامة صريحة معاه طول الوقت، هيستجيب لي أكتر ويحترمني أكتر. فعشان كده بدأت الصورة الذهنية هي أهم حاجة عشان إرضاء الجماهير. والصورة الذهنية دي عبارة عن مفهوم عقلي شائع بين أفراد جماعات معينة، وبيشير إلى اتجاهات أساسية نحو شخصية أو نظام أو فلسفة. ومن كل اللي سبق ده بنلاقي إن العلاقات العامة هي وظيفتها الصورة الذهنية الطيبة للمؤسسة، خلق صورة ذهنية طيبة للمؤسسة بعيدة عن الغموض، بعيدة عن أي شيء يشوبه، سواء حاجة أخلاقية أو حاجة سياسية أو حاجة اقتصادية. بالعكس، هو بتبقى طول الوقت في قنوات مفتوحة بين الشركة وبين عملائها، العلاقات العامة بتكون مسؤولة عنها. وهنتناول بعد كده في الأيام الجاية حاجات متعلقة بصعوبة وظيفة العلاقات العامة وما يواجهها من مشكلات. شكرا ليكم، وأتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا النهاردة، على أمل أن احنا نتقابل الأسبوع